بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى التابعين لهم باحسان الدين. اليوم في مدينه العرويه من اجل اعطاء انطلاقه لمشروع مهم هو بناء مدرسه لتحفيظ القران الكريم ومدرسه العلوم الشرعيه التابعه لجمعيه الامام نافع. حضر جمع غفير وتشهدوا فرحين مسرورين مبتهجين بهذا المشروع الذي يكون نواة مهمة لتحفيظ القرآن الكريم، وسينضم إلى المشاريع الأخرى الموجودة في الإقليم كجمعية الإمام مالك وكجمعية السلام كذلك في العرويم وكجمعية القاضي عياض بحسن بركان وغيرها من المشاريع الأخرى المبثوثة في الإقليم. أطلب الله تعالى أن يوفق الجمعية جمعية الإمام نافع ويسددها ويحسن إلى جميع المحسنين. السلام عليكم.